حقيقة من أكبر القبائل، واحدة من أكبر القبائل في ذي قار وفي الجنوب هي قبيلة البدور، والأرض القطيعة بالتحديد هي تمتد من غرب محافظة ذي قار وشمال محافظة ذي قار وصولاً للحدود الإدارية لمحافظة المثنى. هذه الأرض، أرض القطيعة والقطعة كما يسمونها بالعامية أيضاً باللهجة البدوية البدرية، هي تحوي يعني أسفلها هي يعني النفط، صادرات النفط الكبيرة جدا في هذه الأرض، وأيضا شركة النفط وشركة التابعة للمنتوجات، وأيضا أقسام كبيرة من شركة حتى شركة بتروناس النفطية هي على هذه الأرض. لذلك اليوم عندما خرجوا يطالبون بالتعيينات لشقين، الشق الأول حقهم كمواطنين ذي قاريون ومواطنين عراقيون أيضا يطالبون بالتعيين، وأيضا الشق الآخر هو باعتبار كعشائريين يعتبرون هذه الأرض هي ملك لهم، ملك للعشيرة، لذلك بوجود الشركات النفطية ووجود الأنابيب النفطية والنفط الكبير في هذه الأرض لهم حصة بالتعيينات. زميلي العزيز كانوا يطالبون، أنا حسب اتصالي بهم هناك كانوا يطالبون بحصة من التعيينات التي يتم تعيينها كل عام، حامل الشهادة يتعين حسب اختصاصه، والذي لا يحمل شهادة يتعين كسائق أو حارس أو يعني بشركة الحفر التابعة، الحفريات التابعة لشركة نفط ذي قار. اليوم تظاهراتهم شارك بها شيوخ قبيلة البدور وشيوخ من ضمن العشائر التابعة للبدور، هم متقدمين أمام المتظاهرين المطالبة بها هذه الحقوق. حقيقة اليوم التظاهرات أثارت رأي عام وأثارت الضجة لما تحمله هذه العشيرة من ثقل كبير، وأيضا الطريق طريق القطيعة، أن تم قطع هذا الطريق سيؤثر على الكثير من الأمور، منها الشركات النفطية ومنها الطريق العام الذي يربط محافظة ذي قار بعاصمة بغداد من جهة الغرب ومن جهة الشمال بالأقضية والنواحي الأخرى كالشطرة وصولا لقضاء الفجر وصولا للكوت. سار يعني هل